حياكم الله في مطعم البغدادي في تبليسي، مطعم جميل، أكل عربي حلال، لحوم، دجاج، دماس، سلطات، خبز، ما شاء الله تبارك الله، استحق الزيارة. وهنا في المطعم البغدادي ما شاء الله تبارك الله. طبعا يقدمون وجبة الغداء لمن يرغب. وهذا مطعم تركي مقابل الجامع، هذا الجامع هنا، وهذا المطعم ما شاء الله تبارك الله مطعم ممتاز. الآن متجهين للمطعم اليمني، طبعا هذا الجامع، المطعم اليمني خلف الجامع مباشرة، ما شاء الله مطعم الأكلات اليمنية والعربية الخليجية. الخليج يرحب بكم، ما شاء الله تبارك الله، مطعم ممتاز في باتومي. طبعا هذا سوق السمك ما شاء الله تبارك الله، الكيلو ب 75 وهذه الشعور الكيلو ب 25.